والله هلا وسهلا، شو اخبارك؟ عساك مرتاحين، شو علومكم؟ يا هلا يا هلا، مساء الخير. يجنك تعليقات سلبيه، ف او خلينا نقول انا عن نفسي، يجيني انا تعليقات سلبيه، وانا بقول انهن كثيره، ولا اقول انه ما في تعليقات سلبيه، لاني اتسب عليك اذا قلت ما في تعليقات او اتسب عليكم. لانه هنا انت، هذا انت انسان، الكمال لله سبحانه، ما حد كامل. ف الصراحة بالنسبة لي أتقبل التعليقات السلبية بصدر رحب، ولا أصلا يعني ما يشين بخاطري أبد. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم، الكمال لله سبحانه وتعالى، وحنا أصلا كلنا عيوب، لكن ماشيين بستر الله سبحانه. ف لكن أنت تلقاك مثلا لو دخلت مجلس بو 10 أشخاص، مو كلهم لازم يعجبونك، لكن أنت من الذوق والأدب والأخلاق ما تروح تقول أنا ترى كنت بك كذا، أنت ما عجبتني بك كذا، تسكت وخلاص، تحاشى.